استقبلت العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ الرئيس فلاديمير بوتين بيوم صيفي، إذ بلغت درجة الحرارة 30. والتقى بوتين بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في قمة نادرة تهدف إلى عقد شراكة في مواجهة الضغوط والعقوبات الأمريكية. ووقع بوتين وكيم اتفاق شراكة استراتيجية بعد محادثاتهما، وأكد أن الاتفاقية تنص على مبدأ الدفاع المشترك. كما أضاف بوتين أن روسيا وكوريا الشمالية ستقدمان المساعدة المتبادلة في حالة العدوان. كما قال كيم من جهته إن كوريا الشمالية تعرب عن دعمها وتضامنها الكاملين مع روسيا في تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. وأضاف كيم في كلمة أن العلاقات مع روسيا ارتفعت إلى مستوى التحالف. من موسكو مدير مكتب الحدث في موسكو عبد الجواد الراشد أو الرشد عفوا. مساء الخير عبد الجواد. إذن يعني العلاقات أو أن يتم الإعلان على أن مستوى العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية إلى مستوى التحالف والتوقيع على اتفاق شراكة استراتيجية، نريد أن نتعرف منك على ردود الفعل المتعلقة بأجواء هذه الزيارة الأولى منذ 24 عاما. إنجي، في الحقيقة هذه الاتفاقة الاستراتيجية التي سعت إليها موسكو على ما يبدو أنها نسقت لها خلال العام الأخير منذ زيارة كييف خريف العام الماضي، جاءت طبعا تحمل إلى موسكو الكثير من النقاط الجيدة حسب ردة الفعل في الداخل. بداية لابد من الإشارة إلى أن الخارجية الروسية خرجت وتحدثت على لسان نائب وزير الخارجية ريبكوف بأن موسكو لا تقيم أي تعاون يخالف القانون الدولي، لكن على الجانب الآخر هناك الكثير من القراءات السياسية في البلاد تتحدث بأن موسكو اليوم لم تعد ملتزمة بشكل كامل بكافة العقوبات المفروضة من قبل الغرب على كوريا الشمالية، وأيضا على ما يبدو أن كوريا ستذهب نحو ذات الاتجاه بعدم اعتبار العقوبات على موسكو صحيحة بالكامل. هذا الشيء طبعا يدار في أروقة القنوات الإعلامية الفيدرالية، بحيث أن هذه الاتفاقية الاستراتيجية ستخلق وستفتح مجالات عدة في التجارة، في الصناعة، في التبادل التجاري، في مد الطرقات. لك أن تتخيلي إنجي أن الحديث يدور عن خط سير طويل سيصل بين الصين وكوريا الشمالية وروسيا، وهي خطوة طبعا سعت إليها موسكو كثيرا. لذلك الوضع في الداخل على الصعيد السياسي هم راضون عن هذه الاتفاقية، خاصة أن وزارة الخارجية هي التي رفعت إلى بوتين منذ فترة من الزمن يعني ورقة تصديق وإصدار مرسوم لبناء مثل هذه الشراكة. لكن إذا تحدثنا عن الداخل الروسي وعن الشارع الروسي، معروف بشكل جيد بأن الداخل الروسي والشارع والمواطن الروسي سلم سياسة البلاد الخارجية لحكومة الكرملين مقابل الحفاظ على الأمان في الداخل الروسي، بغض النظر عن أن المناطق الحدودية المجاورة للأراضي الأوكرانية تنال حيز الأسد أو حصة الأسد من الضربات بشكل يومي، وها هي بيلغراد تعيش أصعب الأوقات. اليوم عمدة وحاكم تلك المقاطعة يتحدث ويطلب من جميع سكان المقاطعة النزول إلى الملاجئ وأقبية الأبنية بسبب التهديد الصاروخي على ما يبدو أنها صواريخ لم تتحدث عنها موسكو حتى هذه اللحظة، لكن في المستقبل القريب ستظهر. تفضلي إنجي. شكرا جزيلا لك من موسكو مدير مكتب الحدث عبد الجواد الرشد، شكرا لك.